إذن نكمل الحرة الليلة الآن من التطورات في النيجر، إذ قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الإدارة الأمريكية تراقب الوضع في النيجر عن كثب بحثا عن أفضل السبل لدعم ما وصفه بالوضع المتحرك. وأعلن حزب النيجر من أجل الديمقراطية والاشتراكية الذي كان حاكما في البلاد أن المجلس العسكري ألقى القبض على رئيس الحزب ووزير النفط ووزيرة التعدين. واتهم المجلس العسكري الحكومة التي تمت الإطاحة بها بإعطاء فرنسا تفويضا لتنفيذ ضربات على القصر الرئاسي لمحاولة تحرير الرئيس محمد بازوم. من جانبها نفت الخارجية الفرنسية اتهامات قادة الانقلاب في النيجر بأن قوات الأمن الفرنسية استخدمت وسائل فتاكة في التصدي لهجوم المحتجين على سفارة باريس في نيامي أمس، وأكدت أن عودة الرئيس محمد بازوم ممكنة وضرورية. وتتواصل أيضا الانتقادات الإقليمية والدولية للانقلاب في النيجر وسط مؤشرات على تدخل عسكري محتمل لإعادة النظام الدستوري، والذي كان أبرزه فرض الأسبوع التي منحتها المجموعة إيكواس لقادة الانقلاب. كما دخلت ألمانيا على خط الأزمة بإعلان وزير دفاعها ببحث كل الخيارات بشأن الانسحاب من النيجر. فما هي المؤشرات على التوجه لحل عسكري لإنهاء الانقلاب في النيجر؟ ولماذا يتهم قادة الانقلاب فرنسا بالتخطيط لتحرك عسكري؟ وإلى أين وصلت الجهود السياسية للرئيس التشادي لحل الأزمة في النيجر؟ الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة في النيجر والإفراج عن الرئيس محمد بازوم الذي يحتجزه قادة الانقلاب تتواصل من دون استبعاد التدخل العسكري إذا اقتضى الأمر لإعادة بازوم إلى منصبه. ووسط التحذيرات لقادة الانقلاب، التقى الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي الرئيس بازوم في العاصمة نيامي في إطار وساطة لحل الأزمة وعودته إلى منصبه، وذلك بعد قمة طارئة للمجموعة الاقتصادية إيكواس في نيجيريا دعا لها وحضرها الرئيس التشادي. وقال الرئيس التشادي بعد انتهاء زيارته إنه أجرى مناقشات معمقة مع قادة الانقلاب، وإن مهمته تهدف لاستكشاف جميع السبل لإيجاد حل سلمي للأزمة. وغدات تحذيرات مجموعة إيكواس بإمهال الانقلابيين أسبوعا لإعادة النظام الدستوري تحت طائلة العمل العسكري، جدد قادة الانقلاب اتهام فرنسا بالرغبة في التدخل عسكريا لإعادة الرئيس بازوم إلى مهامه. وجاء في البيان أن فرنسا عقدت اجتماعا مع هيئة أركان الحرس الوطني في النيجر للحصول على الأذونات السياسية والعسكرية اللازمة للتدخل، مشيرة إلى أن الحكومة التي تمت الإطاحة بها أعطت فرنسا تفويضا لتنفيذ ضربات على القصر الرئاسي لمحاولة تحرير بازوم. وتوعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانقلابيين بالرد فورا وبشدة على أي هجوم يستهدف مواطني فرنسا ومصالحها في النيجر. وبالإضافة إلى الجهود الدبلوماسية والتلويح باستخدام القوة لاستعادة النظام في النيجر، فرضت دول غرب إفريقيا عقوبات مالية على الضالعين في محاولة الانقلاب، فضلا عن تعليق جميع المبادلات التجارية والمالية مع النيجر. وبينما علقت فرنسا مساعداتها الإنمائية للنيجر، أكدت واشنطن أنها ستظل منخرطة بنشاط مع إيكواس وزعماء دول غرب إفريقيا بشأن الخطوات التالية للمحافظة على الديمقراطية في النيجر. بعد الانقلاب العسكري في النيجر، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس تعليق جميع المبادلات التجارية والمالية مع النيجر، ليبرز اسم المنظمة التي تأسست في سبعينات القرن الماضي، وتبرز معها تساؤلات حول الدول الأعضاء فيها وطبيعة نشاطها. التكتل المعروف اختصارا باسم إيكواس يضم بنين، بوركينا فاسو، ساحل العاج وغامبيا، غانا وغينيا ومالي والنيجر، نيجيريا وسيريليون والسنغال، توغو والرأس الأخضر، ليبيريا وغينيا بيساو. تأسس هذا التكتل في 28 من مايو من عام 1975، وذلك عقب توقيع معاهدة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بمدينة لاغوس في نيجيريا. موريتانيا مشاهدينا كانت العضو العربي الوحيد في تلك المنظمة، لكنها انسحبت من التكتل في ديسمبر من العام 2000، وذلك قبل أن تعود في العام 2017 لتوقيع اتفاق شراكة مع إيكواس. وتغطي هذه البلدان مجتمعة مساحة تبلغ أكثر من 5 ملايين كيلومتر مربع،
فيما يقدر عدد سكانها بأكثر من 350 مليون نسمة حسب إحصائيات العام 2015. يقع المقر الرئيسي لمنظمة إيكواس في العاصمة النيجيرية أبوجا، وتهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين دولها وإنشاء اتحاد اقتصادي في غرب إفريقيا لرفع مستويات المعيشة لشعوب الدول الأعضاء والحفاظ أيضا على الاستقرار الاقتصادي فيها. مشاهدينا، للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من نيامي عاصمة النيجر الحسين محمد عثمان، الكاتب والمحلل السياسي. معنا أيضا من باريس جان بيير ميلالي، الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية. أهلا بكما ضيفي الكريمان. بداية أبدأ معك سيد جان بيير هذا الحوار، ونفهم منك ما هي الخيارات التي قد تقدم عليها فرنسا في النيجر، وما مدى أن يكون التحرك العسكري وارد فعلا في الحسابات الفرنسية؟ مساء الخير. هذا هو السؤال، لأن اعتبر تهديد الرئيس ماكرون عبارة عن حماية للفرنسيين الموجودين في نيجر بين مدنيين وعسكريين. وهناك كذلك عبارة عن ضغط على القائد الحرس الجمهوري السابق الذي أخذ السلطة وخلع الرئيس المنتخب شرعيا. هو رجل معروف كان بمنصبه قبل وصول الرئيس بازوم إلى السلطة، فهو في قلب النظام النيجيري، وقيل أن الرئيس أراد أن يتخلص منه بسبب عمره، لأنه وصل إلى عمر التقاعد. طيب. لذلك هناك عبارة عن مشابهة مع الحالة السودانية مثلا، حيث هناك نزاع بين الرجلين يصبح أمرا دوليا. ولكن بالنسبة للجانب الفرنسي سيد جان بيير، هل من الممكن فعلا أن يكون خيار فرنسا هو التدخل العسكري، وخصوصا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال بأنه لن يتسامح مع أي تهديد للمصالح الفرنسية، واليوم كان هناك قرار من قبل قادة الانقلاب بتعليق صادرات الذهب واليورانيوم إلى فرنسا؟ نعم، قال أو صرح بأنه لن يقبل أي تهديد، ولكن هناك مجال للنقاش في هذا التعبير طبعا. اعذرني سيد جان بيير، يبدو بأن هناك مشكلة في الصوت، سنعود إليك وأتجه من جديد إلى ضيفي، وأرحب بضيفي من نيامي الحسين محمد عثمان، أهلا بك معنا. يعني هناك اتهام مباشر وواضح من قبل قادة الانقلاب لفرنسا بأنهم يخططون لتحرك عسكري داخل النيجر، لماذا هذا الاتهام إن كانت ربما الكثير من المواقف الدولية والإقليمية تندد بهذا الانقلاب الذي حصل في النيجر؟ السلام عليكم. يبدو بأن هناك أيضا مشكلة في الصوت. أهلا بك، تفضل. فرنسا تعتبر هذا تهم. نعم. أيوة، فرنسا تعتقد وتعتبر أن ما أعلنته الحكومة الانتقالية أو أقول الإنقلابيون في النيجر عبارة عن التهمة، ولكن هم أبرزوا ورقة إعلان، ورقة تحمل التوقيع حسني مسعود باعتباره وزير رئيس الوزراء بالنيابة، وكذلك قائد حرس الوطني باعتباره كذلك نائبا لقائد القوات العسكرية النيجرية. يعني إلى حد الآن لا ندري هل هذا الإعلان قد أخرج بغض إثارة تعاون وتضامن من قبل الشعب، لأن اعتبروا أن شعب النيجر أو أقول بعض المواطنين يتظاهرون، ويعني تطور هذا التظاهر من قبلهم
بالنظر الى تلك الاجراءات والعقوبات الخارجيه التي تقصد وتستهدف دوله النيجر. فاذا لاحظنا في بدايه الامور كان التفاعل ضعيفا نوعا ما، ولكن يتزايد من يوم الى اخر كلما سمعوا عن اجراءات او عقوبات تقصد النيجر. فانا اقول ينبغي ان يكون هناك نوع من الحذر في هذه المساله، لان المواطنين مستعدين لمواجهه هذه الاجراءات على الرغم انها لن تكون في صالحهم، ولكن هم يفضلون الوقوف مع انقلابيين بدلا من ان يتركوا الامور، يعني بدلا من ان يتركوا الانقلابيين لوحدهم. فانا اقول ربما سياتي وقت ينتبه الغرب او الخارج بصفه عامه الى هذه الدعوات. بالتأكيد سندخل في تفاصيل أكثر معك سيد محمد. سأعود من جديد إلى ضيفي السيد جان بيير، وكنا نسأل يعني السؤال الذي طرحته منذ بداية هذا اللقاء، ستتجه فرنسا إلى تدخل عسكري وخصوصا أن مصالحها قد تتأثر بعد قرار قادة الانقلاب الأخير بتعليق صادرات اليورانيوم والذهب إلى فرنسا، وأنت تعلم حجم اعتماد فرنسا على اليورانيوم تحديدا فيما يخص موضوع الطاقة داخل فرنسا وتوليد الكهرباء فيها؟ نعم، قيل الكثير عن حاجة فرنسا إلى اليورانيوم، ولكن لابد أن نشير إلى أن النيجر يأتي بالمرتبة الثالثة بعد خازقستان وأستراليا في تصدير اليورانيوم إلى فرنسا، وبعد النيجر هناك 10 بلدان توفر اليورانيوم بكمية أقل، ولكن يمكن لفرنسا تنويع هذا. وأظن أن الخسارة الكبرى هي لنيجر أكثر مما هي لفرنسا، كما أن أظن أن خسارة 200 مليون يورو سنويا بين الاتحاد الأوروبي وفرنسا، وفرنسا عدو في الاتحاد الأوروبي، يعني فرنسا تدفع مرتين في كل سنة للنيجر. بعد ذلك مثلما ذكرتم العقوبات من منظومة اقتصادية دول غرب إفريقيا هي كذلك مخيفة لبلد هو من أفقر بلدان العالم، وبلد يواجه صعوبات جمة. فلست أدري إلى أين يقود الزعيم الجديد بلاده، ولكن لا يبدو خيارا عقلانيا إذا واصله. إذا لا أظن أن فرنسا مستعدة لمغامرة عسكرية، خاصة وأن الرئيس ماكرون يعرف تماما أن هناك رياح سيئة سيد جان بيير ضد فرنسا في المنطقة. قد لا تدخل فرنسا عسكريا في النيجر، ولكن بالمقابل البعض يرى بأنه قد تكون إكواس هي أداة ضغط فرنسية داخل النيجر، والبعض يذهب إلى أبعد من ذلك بأن هذه المجموعة هي من قد تدخل عسكريا، وخصوصا أنها لم تستبعد اللجوء للقوة وأمهلت الانقلابيين أسبوعا واحدا فقط لإعادة النظام الدستوري كما كان عليه. نعم، ولكن طبعا هذه فردية موجودة، ولكن انظروا إلى ردود أفعال البلدان العربية المجاورة. الحكومة الليبية والحكومة الجزائرية أدانت هذا الانقلاب وليست مساندة للموقف الفرنسي، إنما من الرشد، لأن معروف أن أولا نيجر مهدد من الجماعات الجهادية مثل القاعدة
وبوكو هرام من غربا وشرقا هو ممر للهجرة إلى سواحل تونس مثلا، فهذه الاضطرابات تهدد المنظومة المنطقية، منظومة المنطقة على طولها. فهذا هو في نظري الأهم من تصديرات اليورانيوم إلى فرنسا. سيد جان بيير، إذا ما تحدثنا عن الجهود السياسية وتحديدا جهود الرئيس التشادي لحل هذه الأزمة، ما المتوقع منها برأيك، وخصوصا أن تشاد ليست عضوا في أيكواس؟ طبعا، ولكن تشاد قريبة لفرنسا. نذكر أن بعد قتل إدريس ديبي رحب الرئيس ماكرون بوصول الرئيس الحالي. إذن يبدو وكأن فرنسا، وليست فرنسا فقط، أذكر كذلك أن هناك الولايات المتحدة، هناك ألمانيا، هناك الاتحاد الأوروبي، فمجموعة المهتمين بوضع نيجر وبوضع المنطقة لا شك وأنهم ضغطوا على هذه المبادرات للتخلص من حالة سيئة وكارثية. وفي ضوء هذا المشهد سيد جان بيير، نحن نعلم بأن هناك تواجد للقوات الفرنسية داخل النيجر، ربما نتحدث عن 1500 جندي فرنسي متواجدون هناك، ولكن لماذا يرى البعض بأن هذا المشهد، هذه المشهدية الحاصلة في النيجر، قد تكون نهاية للوجود العسكري الفرنسي داخل النيجر، بحكم أنه أخذت موقفا واضحا منذ البداية، والطرف الآخر قادة الانقلاب أيضا لديهم موقف واضح، يعني ربما تمثل ذلك من أن أولى القرارات التي أصدروها هو تعليق الصادرات نحو فرنسا، سواء كان ذهب أو يورانيوم؟ في نظري هناك هرولة في النظر بأن الوجود أو الحضور العسكري الفرنسي يشك على الانتهاء، لأن هو حضور مهم جدا للمنطقة. ذكرتم القاعدة، ولا تنسوا أنها قاعدة جوية، يعني أهميتها إذا كانت فرنسا تريد أن تتدخل أهميتها أكبر من مشاة التي كانوا في 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 مالي. هي قاعدة جوية، هم محترفون. لذلك صرح الرئيس ماكرون بكلام شديد ضد الانقلابي. برأيك هل من الممكن فعلا أن يبقى الحال على ما هو عليه، على الرغم من أنه عدد كبير من المواقف الدولية والغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية نددت بهذا الانقلاب الحاصل في النيجر؟ الحالة والحق يقال لم تبين كل شيء، هناك جزئيات وتفاصيل ما زالت مجهولة. لماذا مثلا الرئيس المخلوع هو في قصره ولكن يستقبل مثلا المبعوث الشادي ويظهر في صورة التقطت في هذه المناسبة، وكأن الزعيم الجديد يريد أن يترك بابا مفتوحا. أما الردود الفعل الدولية مثل ما ذكرتم هي عديدة، وهي كلها في نفس الاتجاه ما عدا السيد بريغوجين، ولكن السيد بريغوجين هو ليس من اللصوص وهو مرتزق ولا يمثل إلى حاله، واكتفى بالقول بأنه نبأ سر. هذا لا يعني شيء إلا أن هو يبحث عن تعويض وعن انتقام لما جرى له في روسيا. يعود وينضم إلينا من جديد من نيامي عاصمة النيجر الحسين محمد عثمان، الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك معنا من جديد. وإلى أي مدى يمكن أن نقول بأنه قادة الانقلاب بالنيجر هم بموقف قوي حتى يقومون بإصدار مثل هذه القرارات ضد فرنسا، أو حتى توجيه الاتهامات للدول الغربية بأنها تسعى وتخطط للقيام بعمل عسكري؟ أولا المواطنون الذين يتظاهرون للتعليق
ثانيا هناك بعض الجيران امثال بوركينا فاسو ومالي وكذلك بعض الدول الاخرى امثال غينيا. الدول التي يتوقع ان تكون بجانب هؤلاء القوات العسكريه وان كان هذا قد يكون غير كافي ولكن اظنهم سيجربون هذه التجربه كما قام به حكام في مالي وفي بوركينا فاسو. وكذلك هناك مساله مهمه جدا هو ذاك التنافس الذي يقع بين الغرب وروسيا وخصوصا بين فرنسا وروسيا في قطاع الساحل، حيث ان في هذه الايام نلاحظ بان هذا التنافس يتقوى نوعا ما، فلربما سيفكر هؤلاء الانقلابيون في مخرج مع روسيا او مع غيرها. ففي الايام القادمه سنتاكد من كل ذلك، ولكن انا اثق بان هؤلاء الانقلابيين واعيون بكل هذه الاجراءات التي تصدر من هنا وهناك، ولا شك انهم سيفكرون في مسالك وسبل للتكيف معها. شكرا جزيلا لك من نيامي الحسين محمد عثمان الكاتب والمحلل السياسي. أشكر ضيفي من باريس جان بيير ميلالي الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية. شكرا جزيلا.